من ضمن التناقضات تاع تبون، اسمعوا هذا السؤال يطرح عليه بوتين وكيفاش يرد. مثلا في العالم العربي، هل يفكر زملائنا في البلدان العربية في إنشاء عملة عربية مشتركة أو عملة واحدة؟ أتمنى ذلك، أتمنى ذلك. فيه مشروع من هذا القبيل. في احنا اليوم بعض العملات فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، ولكن أصبحت تتأثر بما يتأثر به الاقتصاد العالمي سياسيا. أتكلم باسم بلدي الجزائر، فنحن نريد في أقرب الوقت أن ننضم إلى منظمة البريكس، حتى ربما نحرر اقتصادنا نوعا ما من بعض الضغوطات. أما العملة الموحدة فياريت في عملات قوية جدا بالنسبة للعالم العربي، مثل العملات السعودية والإماراتية. أتمنى باش تكون فيه يعني قرارات مثل ما تفضلتم فخامة الرئيس. شكرا. شفتوا المرخص كيش يتكلم؟ كاين عمولات قوية عند العرب، تاع الإمارات وتاع السعودية، ونسى يذكر الكويت والبحرين وقطر. وعلاش ما عندهم عملات قوية وحدة ما عندناش؟ وعلاش؟ واش عندهم زيادة علينا؟ السعودية عندها 35 مليون نسمة، حنا عندنا 44 مليون نسمة. السعودية عندهم بترول عايشين به يدخل، احنا عندنا بترول وعندنا غاز وعندنا حديد وعندنا فوسفات وعندنا ذهب وعندنا مونغانيز وعندنا سياحة لو جينا نستغلوها. عندنا 1000 حاجة أكثر من السعودية. يعني السعودية عندها عملة قوية، باش ما يسرقوش، ما عندهاش مافيا، ما عندهاش فوايوات، ناس صحاب البلاد، صحاب الأرض اللي يحكموا، ماشي برانيين يحكموا. لأنكم أنتم برانيين، أنتم أجانب على الجزائر، أنتم أعداء الجزائر. ناس اللي يسيروا في السعودية وفي الإمارات وفي قطر يحبوا بلادهم، أنتم أعداء بلادكم، أنتم أعداء الجزائر. على هذا ما عندناش عملة قوية. العملة تاعنا تتباع بالرخص في بورسعيد في السوق الموازية، هكذا تحشمش تتكلم تقول أملنا هكذا. إيه كان عملة قوية تاع السعودية، كانت ربي راه كان عملة جزائرية قوية وهي تكون بديل. ندخل للبريكس باش نتحرم من الضغوطات، تدخل البريكس تاع تعرف هذه حكاية البريكس تاع الدراهم وكذا والضغوطات. بوتين هالناس يتخدم بلادها، حاب يجعل من البريكس، من اللي كانت مجموعة تاع عندها شروط الدخول، لازم يكون عندك معدل النمو برقمين، دو شيفر. معدل النمو ده يكون بدو شيفر، وتكون دين إصلاحات اقتصادية، وتكون عندك إنتاج. شي كما الجزائر ما عندها والو. بوتين وش باغي؟ باغي يحول البريكس إلى سوق اقتصادية جديدة باش يعارض بها الغرب، ويدير فيها عملة. هو كان يتكلم باش يدير الروبل يردو عملة صعبة تداول في الخارج. وداير بحق يقول لك أنا ما عادش نبيع بالدولار، أنا نبيع بالروبل، يعني يروحوا تشريوا الروبل. كون ما كانش راح يتبع، واش يدير؟ يجيب البريكس راح يدير 20 دولة 20 دولة
باش يدخلوا في البريكس، والأغلبية تاعهم أعضاء دول اللي عندها اقتصاد، أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة في الأومسي. الجزائر ما عندها اقتصاد، ما عندها إصلاح اقتصادي، ما عندها، ما هي عضوة في الأومسي، ما هي والو. هذا يحوس يدخل يتطفل. ما دامك أنت منبطح وجاي تتملحس عند الروس، الروس هنا يقول لك ويا أرواح ندخلوك، وهذا حاب يدخل ويعتبرها وراح يدخلوك شغل خدام حزام، باش غدو البترول ديالك ما عادش يتباع بالدولار، يعود يتباع بالروبل. ها واش بيحوس راح يدير لك بوتين لدخلك للبريكس. اذا عملوا الروبل يردوه هو العمله الصعبه، لانه بوتين داير رماها لهم، قال انتم العرب واش ما ديروش عمله موحده. تي يجي تبون يقول له عمله، لا تمع شمال افريقيا اللي قوه اقتصاديه قادرين نديروا العجب لو ما كانش هاد الفيوات اللي معرقلين الوحدة المغاربية. هاي شوف ما بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ليبيا عندها بترول ثاني، كم اقتصاد تونس عندها رجال عندها كفاءات، المغرب عنده اقتصاد، المغرب عنده اقتصاد عنده كفاءات، الجزائر عندها الخير والخمير وعندها كفاءات تجيبهم، ما يقعدوش برا. دار تولي جنة، شكون اللي محولها إلى جهنم؟ هذا العرايا الفويوات، هاد الفويوات محولين البلاد منطقة كاملة إلى جهنم. فوالا، ويجي يتكلم يقول لك عملة موحدة ونتمنى، قلنا نتمنى نتكلم كجزائر، كجزائر. وعلاش الجزائر ما عندهاش عملة صعبة؟ وعلاش الدينار الجزائري رخيص؟ أرخص عملة دينار جزائري، كان مش لاغمو دينار جزائري، كان دينار جزائري يساوي مرتين الفرنك الفرنسي. أي نعم، في السبعينيات والثمانينيات كان يساوي مرتين الفرنك الفرنسي. نعم، مد 1000 دينار يعطي لك 1900 2000 فرنك فرنسي. نعم، كان بقيمته، كان بقيمته. يوم تجي تقول له السعودية عندهم عملة قوية، السعودية كان يقولوا عليها الرجالة عبارة عن برميل كبير تاع بترول وصندوق كبير تاع دولارات، وهذا ما يكفيش باش تكون دولة. ها واش كان يقولوا الرجالة على السعودية؟ ثاني يوم تجي تقول السعودية عندهم عملة قوية، ها شتي المرخص نوصل في الجزائر، لأنك انت رخيص رخصها واللي معاك كيف كيف. نعم، رخصوا الجزائر ولا الحرام، خيانة أكثرناك ما كانش، دمروا الجزائر، يبعثوا في دراري صغار الحباس 17 سنة 18 سنة على جال غشوا في امتحان، ما صرات في حتى بلاد، ما صرات في حتى بلاد. هذ لأنهم فويوات ويتعاملوا مع الشعب وكأنه شعب فويو، ديروا في الحبس، لأنهم هما يديروا في بعضهم في الحبس، هما يديروا في بعضهم في الحبس، هما فويوات في بعضهم. هذا حرام. ألور باش نختمو، كيفاش العصابة، ها شوف يشوفوا فيها الأزلام، كاش الأزلام يشافوا زيارة تبون إلى روسيا، ونختمو بها الصحراء، وضحكوا على روحكم ذاك الوقت بعد جنكم. Shut up!